ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، اظن بالنسبه للاستحواذ النهارده لو شفنا الارقام هتلاقي يعني فرق كبير جدا بين الاثنين، بين النادي الاهلي وسون ديب. نسبه الاستحواذ مثلا النهارده 70 ل 30، 70% 30%. بص بقى نسبه التمريرات، 603 تمريره صحيحه للنادي الاهلي من اصل 680. يعني النادي الاهلي عدد التمريرات اللي قام بيها النهارده 680 تمريره. سون ديب عمل 222 تمريره منهم 182 تمريره صح، بس الكلام ده في نص ملعبه. تصويب على المرمى، النادي الاهلي صوب على المرمى 19 تصويب، 6 من في بين ثلاث خشبات. سون ديب صوب 4 تصويبات منهم واحده بس. العرضيات، النادي الاهلي 20 عرضيه معظمهم من ناحيه الشمال، وسون ديب 4 عرضيات. بس كل الاحصائيات اللي انت بتقولها دي يا كابتن ايمن ضد الفريق النهارده الحقيقه. يعني ليه 680 يبقوا 603 مع فريق مطلوب منه واحد في اول ربع ساعه يعني؟ ليه فريق قدراته يعني مش هنتكلم عن المستوى بتاعه، انك انت النهارده ما فيش عندك مسؤوليه النهارده تجاه نفسك وتجاه الفريق وتجاه جماهيرك وتجاه الدنيا كلها، انك انت تعمل نفسك ابجريد، يعني تبقى بتجيب جولين ثلاثه، كل لعيب بيهتم ازاي يلعب كوره شامله، كوره متنوعه، ازاي باصي، ازاي مش كل كوره انا هتجيلي في اي موقف ابقى انا عايز اروح اجيبها جول بليسنج، مش شايف غير نفسي، مع انك ثلاثه اربعه من كل الباصات اللي انت اتكلمت عنهم او التمريرات اللي احنا بنشوفها لازم تتوج بهدف في الاخر. انت عندك مسؤوليه تجاه الفرقه. يعني بص كابتن هنا ده. يا ريت يفتحونا. دي الاستحواذ يا كابتن. بص الاستحواذ ده بص العادي جدا اللي بيلعب بيه مستر موسيماني، تحضير من تحت. بس اعتقد الكره دي هتتقطع مننا في الاخر بصوره غريبه شويه، هيبقى في مسباس فيها متهيألي، ما اعرفش، انا فاكر حاجه زي اللي انا بكلمك فيه. يعني ما ينفعش النهارده بالشكل، حتى الفرق اللي راجع عندك لازم يبقى في عندك تحركات. الماتش اللي فات انت وانت بتلعب كان عندك بطء شويه، خلى المباراه تطلع 0-0. أيوه. عندك بطء في التحضير، عندك بطء في التفكير. احنا النهارده مع فرقه زي دي لازم انا يبقى عندي رد فعل حاجه ثانيه خالص. احنا مستحوذين تقريبا داخلين على 50 ثانيه، يمكن 55 ثانيه كمان هنعملها دي اعتقد، وبعد كده في الاخر خالص ممكن 49 ثانيه 50 ثانيه. والكره بتترح من اليمين للشمال، عمليه تدوير كامله. بص على 18، كل الفرق بتحاول تخرج لبره، كل فرقه بتحاول تخش لجوه في حاله اوف سايد. ده احنا كملنا دي اهو. ممنوع العب كره ان بتوين بالشكل ده. صح. يعني خدت بالك؟ او اخلي واحد تحت الضغط يقدر يصاب فيها او يجرى له حاجه زي كده. المفروض بقى نلعب على الاطراف في الحته دي. نلعب المفروض دلوقتي ان في حاجه تبادليه انا بشوفها، لعيب بيجي لك لغايه هنا يكون اللعيب الثاني اخترق من الناحيه الثانيه، انت بتعملها له زي ما عمل وليد سليمان في اول شوط. كان شايف الحقيقه شكل الخط ال 18 بتاع الخصم، وكان بيمرر الكوره لاحمد ياسر ريان في اول كوره حطها بدماغه في العارضه. يعني ده اللي انا توسمت فيه، ان انا هشوف بقيه المباراه على كده، على هذا المنهاج، على هذا الشكل، على ان كل لعيب النهارده هيقول لنفسه انا ازاي ابقى موجود في ماتش زي ده عامل نفسي سكور افريج، عامل لنفسي وضع، عامل لنفسي، وخاصه اللعيبه اللي هي محتاجه التدعيم ده. فانا النهارده شايف ان الحكايه احنا خلاص عدينا مسؤوليه المباراه ورحنا للدور اللي بعده، ودي كانت الشكل اللي احنا مطلوب مننا. انما في لازم التزام، لازم انا في لعيبه النهارده اتكلم معاها، ما فيش حاجه اسمها بدور على نفسي بس، بدور على ان انا ازاي اجيب جول في كل كره في كل فرصه. لا، انا عندي لعيبه بتطلع معايا زي الخليه كده، اقدر اعمل واحد اثنين ثلاثه، عملوها مره واحده في اخر الشوط الثاني وكنا وتمنيناها. أيوه. انها تبقى جول الحقيقه. أيوه. يعني لو في تركيز برضه سنه شويه، او في ما حدش يعني ساعات بقى من كتر ما انت كل ما انا بحس ان انت معاك الكوره وعايز تجيب جول لوحدك، انا خلاص ما مش عارف انت هتبصي لي امتى. انا ببقى واقف مش عارف هتحرك ازاي، بتسلبني حتى الثقه في ان الكوره هتجي لي. أيوه. ففي حاجات النهارده سلبيه كتير قوي جوه المباراه ما نحبش نشوفها تاني. انا ما بحبش اشوفها، ولا المفروض ان احنا نبقى بهذا الشكل. أيوه. بدون مسميات لاي لعيب في. أيوه. في الملعب كلهم. أيوه. الحقيقه كله بقى في حاله الانانيه اللي اتكلمنا عنها اسامه في اول شوط، خلاص حسوا ان المباراه سهله، كل واحد عايز يجيب جول، والناس اللي هي اهم ناس كانت محتاجه الجول النهارده الكوره ما بتجيلهمش. أيوه. ليه؟ أيوه. لان الكوره دي بتروح لواحد هو عايز يتحكم ان هو لازم يجيب جول في اي وقت. يبصم النهارده في المباراه دي البصمه في المباريات والاداء وكلام من، وانا بقى عند المدير الفني بتاعي وعند جماهيري وعند بالاسيست بالاداء.
انا هتجيلي الكره هتجيلي واحد جرب الكره ما جات له الجون الرابع جات له ليه؟ لانه موجود جوه 18 مع فريق متواضع جدا فرقه بتلعب تسعه النهارده لازم فكري يبقى حاجه ثانيه خالص لازم انا فكري يبقى يعني سابق الاحداث مع الجماهير اللي بتتفرج بره النهارده كذا باص كده لقيناه في اخر الماتش ملاش اي لازمه بدون اي ضغط باص كده بص اللي طالعه بره الواحد الباص جامد قوي على لعيب عشان يوقفه اختبارات لواحد نازل زي سعد سمير يعني انا ما بشوفش حاجه يعني فرص ضايعه كتير ويمكن يتكلم عنها مستر موسيماني في المؤتمر الفرص اللي ضايعه دي كمان يعني انا شكلا كفرص مش زي الكره اللي احنا اتكلمنا عنها في الاخر يمكن يجيبها لنا هايلايت سمير ولا حاجه باص 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 انت بتتكلم عنها مش الكره اللي جت دي لا في واحده ثانيه اتعملت خرافه لان اللعيبه فكرت في بعض اللعيبه فكرت في الاختراق مع بعض في الخليه اللي هي موجوده في الكره السليمه اللي هي لازم تتلعب فنتمنى ده انا عندي ماتشات كتير قوي هلعب تحت ضغط وهلعب على فرقه بتلعبك تسعه وعندهم الريتيرن ازاي يعملوا كونتر اتاك عليك فانت النهارده كانت بروفا بالنسبه لك انت لازم تبقى بدنيه اولا ولازم تطمن فيه على اللعيبه كلها ثانيا زي ما قالوا الكباتن تغييرات يعني مثمره جدا تغييرات مفيده للي جاي ان شاء الله وخاصه ان انت بيبقى عندك ناس راجعه من اصابات او من مسحات او شيء زي ده فهو ده اللي الواحد بيبقى قاعد عايز الحكايه تكمل صحيح